في شيء غير مفهوم؟ السؤال الاختبار الأول اختيار كله. وش الإشكال؟ هذا لا يأخذ 5 دقائق. نعم. ما جاء اختيار. ها هم أعطوكم الاختبار وناقص وما استطعتوا. الحمد. في إشكال في الأسئلة. أنا لا تسألوني لا عن الوقت ولا عن غيره. هذا مو شغلي. نعم. في في الأسئلة شيء. ها؟ نعم. واضحة. توحيد واضح ولا شك فيه. نعم. طيب. نعم. إيش هي الغير واضحة؟ النذر. وضح النذر والند ما في إشكال. النذر ينقسم إلى قسمين، نذر لله ونذر لغير الله فقط. الند هو الشبيه والنظير والمثيل، الشبيه والنظير والمثيل. فلا تجعلوا لله أندادا شبهاء ونظراء ومثلاء تصرفون لهم ما لا يصرف إلا لله. يا أيها الناس، هذه الآية يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، هذه الآية في أي سورة؟ يا أخي قرب علينا، قرب علينا، قرب علينا. إلا الكبار السن هذول يكون على الجدار، اللي في لحية وشيب يكون على الجدار. لا إشكال، لا الشباب يتقدموا. لا أنت مع الشباب، تعال هنا. الأخ عنده عذر. نعم الأخ عنده عذر، عنده عذر، خليه. طيب جزاك الله خير. أول في ترتيب القرآن الفاتحة والبقرة والعمران عمران والنساء، أول يا أيها الناس في ترتيب القرآن هذه الآية، صح؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أول يا أيها الناس في القرآن هذه الآية. إذن أول نداء في القرآن نداء إلى ماذا؟ للتوحيد في هذه الآية. وأول أمر في القرآن هنا اعبدوا، أي وحدوا. هذا فيه دليل على ماذا؟ على أن التوحيد أول نداء في القرآن وأول أمر في القرآن. أول نهي في القرآن في هذه الآية، فلا تجعل الله أندادا شبهاء ونظراء ومثلاء تصرفون لهم ما لا يصرف إلا لله. أغيره في إشكال في الاختبار؟ نعم. لا قلنا طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتنام عنه نهى وزجر ولا يعبد الله إلا بما شرع، هذه الأربعة. طيب غير هذا في الاختبار. وأن المساجد لله، المساجد هنا يقصد بها هذه المساجد المبنية أو يقصد بها أعضاء السجود. من خلق هذه الأعضاء؟ الله. لا يمكن أن تصرف السجود بهذه الأعضاء لغير الله. أو أن المساجد وجعلت للأرض مسجدا وطهورا، لا يمكن أن تسجد في أي مكان على وجه الأرض إلا لمن بس. وأن المساجد المبنية، وأن المساجد أعضاء السجود، وأن المساجد مساجد وجعلت للأرض مسجدا وطهورا. فلا تدعو مع الله أحدا نكر أحدا، تعم كل أحد، نبي أو ولي أو جني أو صالح أو ملك. نعم. طيب نعم، من كذب بالبعث كفر، لأنه أنكر ركن أركان الإيمان. الدليل زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. قل بلى، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسم على هذا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. تقدم شوية يا شيخ يا أستاذ، تقدم. إيه تقدم، خلي ذاك في الخلف. نعم غيره. أقسام الاعتقاد، أقسام الناس في الاعتقاد في الأسباب، صحيح والشرك أكبر والشرك أصغر. صحيح والشرك أكبر والشرك أصغر. الصحيح أن يعتقد ويجعل ما جعل الله سبحانه وتعالى سبب، هذا صحيح. والشرك أصغر أن يعتقد أنها سبب والله سبحانه وتعالى ما جعلها سبب. والثالث يعتقد تأثيرها بذاتها. غيره. نعم. معنى قول الشافعي، معنى قول الشافعي لو ما أنزل الله حجة، هذا معناه أن الشافعي رحمه الله تعالى يقول أن هذه السورة تكفي في قيام الحجة على الخلق، فالحجة قامت على الخلق بهذه السورة فضلا عن غيرها من السور.
الذي يعني ما ذكر وكذا هم يحسبوا قد يتركوا تقريبا 25% من الأسئلة، يعني ما في إشكال فيه، يحاسب على الثاني. نعم. وقدر ما شافها خلص الامتحان، بس الأسطر كانت صغيرة، الواحد ما يقدر يكتب. أنا هذا مو شغلي. أسطر كذا أرجع للإدارة. نعم. أنا أعرف في المدارس، في اختبارات المدارس ما تتكلم ولا أحد يعترض، يأتي والمدرس يسحب الورقة ما أحد يتكلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام، شوف يا أخي هذه القاعدة والله لازم تبتعد عنها أنت. أي كذا كمان أي أحسن شيء هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. يقول ابن سعدي: لا يفرق الرعي الحاكم إن سخط منه خلق رضوا منه آخر. فقد تنقم على الإدارة أو جمعية المسجد خلق وتحب منه آخر، تريد صديقا لعب فيه، وهل نار تفوح بلا دخاني؟ صح؟ أي نعم. وبعدين لازم أن تعلم، لازم تعلم شيء، كما تكونون يولى عليكم. الحمد لله، والله ترتاح لو أنك تطبق هذه، يعني كما تكونون يولى عليكم. نعم صدق، ترتاح. لا يفرق مؤمن مؤمنة، تطبقها على ماذا؟ على كل من كان مسؤول عليك. إن رضي منها خلقا، إن سخط منها خلقا رضي منها آخر، وتطبق كما تكونون يولى عليكم، نحن السبب. وتتذكر دائما أيضا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. دائما اتهم نفسك، حصل لك شيء، فقدت مال، فقدت كذا، اتهم نفسك في أشياء يعني يذكرها العلماء قد لا تصدقها أنت. يقول ابن القيم رحمه الله، يقول أن الفريسة عندما تقع في يد الصياد، يقول وقوعها في يد الصياد بسبب أنها أنقصت شيء من ذكر الله. هذا يقول ابن القيم. إنسان كيف ونحن نسأل الله أن يعفو عنا يا شيخ. صح. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أي ويعفو عن كثير. وهذا درس اليوم إن شاء الله. نبدأ